ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من الماء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه مخبراً